استخدم الحذف لتجد قيمة كل من x وy، وأعطينا معادلتين هنا x زائد 2y يساوي 6، 4x ناقص 2y يساوي 14. وحتى تقوم بالحل عن طريق الحذف، ما علينا فعله هنا هو أن نجمع هاتين المعادلتين، حيث أن واحدة من هذه المتغيرات سيتم حذفها، وما نراه هنا زائد 2y، وهنا يوجد ناقص 2y، وواضح أنه إذا قمنا بجمع هاتين مع بعضهما سيتم حذف y. هذا ما نود أن نقوم به بالضبط. يمكننا أن نضيف الجهة اليسرى لهذه المعادلة مع الجهة اليسرى لهذه المعادلة، والجهة اليمنى لتلك المعادلة مع الجهة اليمنى لهذه المعادلة. وحتى يكون ذلك واضحا، أي عندما يكون لدينا أي معادلة إذا كان لدينا x زائد 2y يساوي 6، وقد تعلمنا ذلك في الجبر، أنه إذا فعلت شيء لطرف واحد من المعادلة فعليك أن تفعل نفس الشيء للطرف الثاني إذا كان هذا يساوي ذاك، أي عندما تقوم بإضافة أي شيء لهذا أو بطرح أي شيء منه أو بضربه بشيء عليك أن تقوم بنفس الشيء للطرف الآخر. لذا عندما تقوم بجمع هاتين المعادلتين هذا بالضبط ما نقوم بفعله، نقوم بإضافة 14 لكلا الطرفين. إذا نضيف 14 لهذا الطرف ونضيف 14 لذلك الطرف، لا شيء جديد هنا، ولكن المعادلة الثانية تخبرنا أن 4x ناقص 2y يساوي 14. إذا بدل من أن أضيف 14 للجهة اليسرى أقوم بإضافة 4x ناقص 2y. عندما نقوم بجمع هاتين المعادلتين فنحن بالفعل نقوم بجمع نفس الشيء، حيث نقوم بالبدء بهذه المعادلة ونضيف الشيء نفسه لكلا الطرفين. في الجهة اليمنى نقوم بإضافة 14 ل 6، في الجهة اليسرى علينا جمع 4x ناقص 2y لهذه الموجودة في الجهة اليسرى، لكن المعادلة الثانية تخبرنا أن 14 و2x ناقص 2y هما نفس الشيء. إذا نحن نضيف نفس الشيء لكلا الطرفين، إذا دعونا نقوم بذلك. إذا قمنا بجمع الجهة اليسرى لدينا x زائد 4x يساوي 5x، وزائد 2y ناقص 2y تحذفان، ولدينا في الجهة اليمنى 6 زائد 14 يساوي 20. إذا حصلنا على معادلة واحدة بمجهول واحد، 5x يساوي 20. يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 5 ونحصل على x تساوي 4. الآن يمكننا أن نعود إلى الوراء ونقوم بتعويض قيمة x وهي 4 في إحدى هاتين المعادلتين لنجد قيمة y. دعونا نستخدم المعادلة الأولى، 4 زائد 2y يساوي 6. يمكننا أن نطرح 4 من كلا الطرفين ونحصل على 2y يساوي 2، ونقسم كلا الطرفين على 2 ونحصل على y تساوي 1. إذن الحلول لقيم x وy التي تحقق كل من هاتين المعادلتين هي x تساوي 4 وy تساوي 1. إذا هذه الحلول لنظام المعادلات هذا، وأن هذه النقطة التي تمثل نقطة التقاطع لهذين الخطين. دعونا الآن نقوم بالتحقق من الحل. إذا في المعادلة الأولى لدينا 4 زائد 2 ضرب 1 في الواقع يساوي 6، والمعادلة الثانية لدينا 4 ضرب 4 ناقص 2 ناقص 2 ضرب 1، هذا يساوي 16 ناقص 2، والذي يساوي في الواقع 14.
إذن من المؤكد أنهما يحققان كلا المعادلتين. إذن قمنا بإيجاد الحلول x تساوي 4 و y تساوي 1.